أنا الممثلة السورية مي مرهش، خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية، أقيم في دمشق، أعمل في المسرح، التلفزيون، الدوبلاج والسينما، وناشطة في القضايا الإنسانية. اخترت لكم اليوم أبياتاً للشاعر العربي محمد مهدي الجواهري من قصيدة مواكب السلام، وهي قصيدة تتكلم عن الإيمان بانتصار السلام الدائم. جيش من السلم معقود به الظفر، وموكب كشعاع الفجر ينتشر، ونفحة من سماء الحق ترسلها، غر الملائك يستهدي بها البشر. من مبلغ الشر أن الخير يصرعه، والبغي أن قوة الأحرار تنتصر. آمنت بالسلم لا دين لمن كفروا به، ودين لأهله وإن كفروا. قرأت لكم هذه الأبيات. شيه وانلي.